من هم الأوس والخزرج؟ الأوس والخزرج هما قبيلتان كبريتان تسكنان يثرب، ويثرب مدينة تقع شمال مكة المكرمة وتبعد عنها 500 كيلومتر أو أقل بقليل، وقد لقبوا بالأنصار، وهم أهل المدينة المنورة الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين وآووهم، وقد أظهروا أسمى آية الآثرة على أنفسهم بأن قاسموا المهاجرين أموالهم فضلا عن جهادهم في سبيل الله تعالى. الأوس والخزرج ابنان لحارثة العنقاء بن عمرو مزيق بن عامر الكهلان، ولقب بالعنقاء لطول عنقه، أما أمهما فهي قيل بنت الأرقم بن عمرو. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتنم المواسم كالمناسبات الدينية والأسواق التجارية ليعرض الإسلام على القبائل والأفراد، مركزا بذلك على القادمين من خارج مكة بعد أن رفض أهل مكة الإسلام، وبعد أن آذوا النبي وصحبه أشد الإيذاء، على الأخص بعد وفاة عم النبي عليه الصلاة والسلام أبي طالب وزوجته أيضا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ففي موسم الحج من السنة 11 من النبوة التقى الرسول عليه الصلاة والسلام 6 من أهل يثرب، فعرضهم عليهم الإسلام فأسلموا، وكان إسلامهم بداية لإسلام أهل يثرب. وقد كان مما هيأ للأوس والخزرج قبول الإسلام بعد الهداية من الله عز وجل أن جيرانهم من اليهود كان يتحدثون بأن نبيا سيبعث في آخر الزمان ويتبعه اليهود ويقاتلون معه، مما يحسب للأنصار أي الأوس والخزرج أنهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وآووه، كما أنهم يمتازون برقة الطبع ولين القلب والخشوع والخضوع لله تعالى عند ذكره. وقد أثنى الله تعالى على صفة السخاء التي امتاز بها الأنصار، حيث قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، كما أنهم كانوا شجعانا شجاعة لا تناقض رقة قلوبهم، وهم أهل تقوى وصلاح يحبون النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا.